أحمد زكي عاش قصص حب مع عدد من نجمات الوسط الفني. لم يكتب لعلاقاته بهن النجاح والزواج. أعجب بشيرين سيف النصر خلال تصوير سواء الهانم، طلبها للزواج بالفعل لكنها رفضت بعدما عارض أهلها الأمر. عاش قصة حب مع إيمان الطوخي لكن من طرف واحد، لم تبادله المشاعر بسبب مرورها بحالة اكتئاب شديد. تقدم لخطبة وردة ويوم الخطوبة اختفى تماما ولم يظهر إلا بعد فترة. قصة حب رغدة وأحمد زكي الأشهر في حياته. رفضت الزواج منه رغم تقدمه لخطبتها، فضلت أن تكون مرافقتها له خلال مرضه بدافع الصداقة.